كله خير الحمد لله والله. يعني طمنا كده على حالة المنتخب وأحوال التدريبات، أنتم منعتوا الإعلام وده أمر قطعا جيد بالنسبة لكم وإحنا بنستجيب أكيد، طمنا كده على الدنيا كلها كابتن شاب بعدين. لا في فرق يا كابتن، هو إن إحنا منعنا الإعلام وفي فرق إن إحنا كل معلومة بنبلغها للإعلام. أكيد أكيد. يعني أكيد. كل المعلومات إحنا بنبلغها للإعلام. لا نقصد ما بعتناش كاميرات أو حاجة. يعني هي بس كانت العملية بس كانت إيه يعني، كان مطلوب بعض التركيز من اللعيبة خاصة مظبوط إن كان عندنا بعض عملية تحول اللعيبه. نعم. ان انت عارف ان احنا بقالنا فتره كبيره كل الانديه بتلعب ماتشاتها بالليل. ايوه احنا عندنا متغيرات دلوقتي من الماتش الساعه 3:30 الظهر عشان تكيف الولاد على الجو الجديد والوضع الجديد واللعب بالنهار ده بيحتاج تغيير في عمليه النوم، تغيير في عمليه الاكل، تغيير في عمليات حاجات كتيره. نعم. عشان يبدا اللعيبه يظبطوا نفسهم. نعم. بس كنا محتاجين بعض شويه من تركيز اللعيبه يبقى عارفين يعني مثلا في اللي قبل كده كنا ممكن بنسمح للعيبه لغايه الساعه 12 انها تسهر. نعم. النهارده اللعيبه بتتعشى بس الساعه 8 والساعه 10 كله في اوضه. كويس. يعني خلاص يعني بتتغير بعض شيء، كان مثلا احنا بنتغدى مثلا الساعه 5 6، دلوقتي الغدا الساعه 11:30 عشان الماتش الساعه 3:30. انت ماشي بنفس السيستم اللي هتعمله هناك. اللي هنعمله هناك، فده كويس. السبب ان كنا في بعض التغييرات فكنا يعني التدريب مثلا كله بيبقى 3:30. نعم. يعني ما ده المكان التدريب كلهم بيبقى الساعه 7 والساعه 8. فبدات في بعض الحاجات يعني التركيز كنا طالبين من اللعيبه شويه انهم يركزوا وشويه انهم يبقوا يعني واخدين الموضوع بقى مين، وفي نفس التوقيت اي معلومات الاعلام بيطلبها احنا بنقول له عليها على طول، سواء من موقع اتحاد الكوره او من اي اتصالات بتتم. جميل. طيب ماشي بقى التدريبات دلوقتي يا كابتن على فتره واحده؟ هي التدريبات كلها ماشيه على فتره واحده. نعم. بكره باذن الله يبقى عندنا تدريب الصبح باذن الله. ايوه. بعد كده لما هنوصل باذن الله، انت عارف حضرتك بكره لقاء عندنا الساعه 1:30. أيوة. وهننزل ترانزيت 3 ساعات في مطار طرابلس. نعم. وبعد كده هنتجه بعد من طرابلس على النيجر على طول. كام ساعه دي بقى؟ 3 ساعات ونص تقريبا. يعني الرحله كلها 7 ساعات بالاضافه للترانزيت 4 ساعات. يعني هنوصل هناك الساعه 12. طب ما قدرناش ان نوفر طياره خاصه يا كابتن شوقي؟ بص يا كابتن، وانا هقول لحضرتك بصراحه، احنا موضوع طياره خاصه احنا ما اتكلمناش فيه خالص. والطياره الخاصه لما تيجي تقرا الطياره الخاصه تكلفه الطياره الخاصه بتوصل لها لمبلغ ضخم الصراحه. أيوة. يعني لما تيجي تقطع تذاكر زي دي ممكن التذاكر بتاع الرحله دي كلها توصل لها مثلا 250,000 جنيه 200,000 جنيه. ممكن تبص للرحله الخاصه تلاقي 1,000,000 جنيه. فرق كبير. والاتحاد بيتحمل، هو كله بيتحمل الحاجات دي كلها. طبعا بيبقى شيء كبير جدا، وخاصه اذا كان في خطوط يعني خطوط متسهله يعني. يعني عايز اقول ايه، يعني احنا كان الطياره الخاصه مثلا هنطير 5 ساعات ونص لغايه هناك. احنا ممكن هو برضه ساعات الطيران هم ال5 ساعات ونص. نعم. بس الفرق الوقت اللي احنا هنقعده في مطار طرابلس. هو ده الفرق الوحيد. هو ده الفرق الوحيد اللي بين اللي بين الاثنين، فاحنا فضلنا احنا ما بنطلبش طياره خاصه دي الا اذا كان فيه انك بتروح مثلا بلد في افريقيا تبات يوم وتبات يومين وتعمل مش عارف ايه وكده. المعسكر زي ما انت عارف احنا معسكراتنا ما بتزيدش عن 5 ايام او 6 ايام. مظبوط. يعني ما بادئين المعسكر بعد مباراه النادي الاهلي. يعني من يوم مثلا 3 بالليل او اللعيبه كلها اتجمعت اول تدريب يوم 4. نعم. من يوم 4 هنلعب يوم 10، يعني 6 ايام المعسكر بالظبط، وينتهي المعسكر بعد المباراه على طول اللعيبه ترجع انديتها. يعني فالحمد لله يعني. طب هل كابتن شوقي شفتوا اي شرائط خاصه بمنتخب النيجر؟ الحمد لله، يعني احنا قبل كده لما قلنا ان احنا في سيراليون فعلا ما كانش عندنا معلومات، ودي كانت حقيقه لان كان سنتين ما بتلعبش هي. واعتذرنا للناس كلها ان احنا برضو كنا مسؤولين عن النتيجه ومسؤولين عن اي دروب حصل للتيم او اي حاجه كجهاز. نعم. قلت انا الكلام ده في المؤتمر الصحفي باسم الجهاز كله. أيوة. برضو بقول ان احنا عندنا معلومات عن فريق النيجر، عندنا شرايط لمباراه بنين نتعدى فيها 1-1 ومباراه جنوب افريقيا. اللي اتلعبت معانا في نفس التوقيت بتاعنا وجنوب افريقيا كسبت 2-0. نعم. عندنا بعض الماتشات للاعيبه بتلعب محترفين. عندهم كويس برضو عشان كرؤيه لهم. أيوة. الحاجات دي كلها كل يوم بتتعرض على اللعيبه، بتتعرض عليهم، احنا كجهاز بنقعد مع بعض كلنا بنتفرج على الحاجات دي مع بعض والكلام ده كده. طب ايه اكتر حاجه بتميز المنتخب ده؟ لانه اكيد جمهور مصر مش متابع قوي منتخب النيجر، وانا واحد منهم اكيد. بص هم عندهم جرأه هجوميه موجوده. ايوه. وبيعتمدوا على المهاجمين بتوعهم، لان المهاجمين بتوعهم معظمهم بيلعبوا خارج النيجر. لكن في انديه كبيره ولا انديه يعني في هداف ناتي بردول فرنسي. الفرنسي. موجود في لعيب في الاتحاد الليبي. موجود في لعيب بيلعب في بوركينا فاسو. يعني واي. عندهم كذا لعيبه بالذات في خط الهجوم بيتميزوا عنصر الطول عندهم، يعني عنصر الطول
وعندهم سرعه في الناس دي، فهم بيتميزوا باللعب ده، عشان كده بيلعبوا بثلاثه مهاجمين على طول. يعني انت لما تيجي تشوفهم بيلعبوا بطريقه 4 3 3. نعم. يعني كل الماتشات اللي بيلعبوها كده، حتى بيلعبوا جنوب افريقيا، في جنوب افريقيا بيلعبوا ثلاثه مهاجمين. هو اتغلبوا الماتش الاول من جنوب افريقيا، هم اتغلبوا 2-0 2-0، وجون جه في الدقيقه 5 تقريبا او الدقيقه 7 في اول المباراه، وجون جه في الوقت الضايع في الشوط الثاني. بما يعني انه فريق متماسك الشوط الاولاني يعني. يعني بص يعني هم زي ما قلت، هم عندهم بعض الجرأه الهجوميه، فعشان كده بيلعبوا دايما يعني من الصعب برضه ان فرقه تروح تلعب مع في جنوب افريقيا بثلاث مهاجمين والثلاثه قدام على طول. هما كانوا بيلعبوا المباراه بالثلاثه قدام على طول، وده ربما يعيد التفكير للجهاز ان هو يلعب بثلاثه خمسه اثنين طريقته العاديه، ولا لسه؟ لا لسه يا كابتن، بس مطروحه الفكره ان احنا نلعب بكده. وعشان كده انت لو شفت مثلا في اختياراتنا لما جه سيد معوض حصلت الاصابه، كان اختياراتنا لمحمد نصر يعني مع عبد الشافي، يبقى اثناء الشمال في اثنين بالظبط. يعني برضه احنا كانت اختياراتنا تتواكب مع الاسلوب اللي احنا عايزين نلعب بيه، او الشكل اللي عايزين نلعب بيه في المجموعه. يمكن احنا المجموعه اللي كانت معانا كلها هي المجموعه اللي معانا، بس الاضافه اللي علينا ان احنا ضفنا، هتلاقي الاضافات كلها يعني عمرو زكي، محمد فضلي، احمد عيد، كلها اضافات هجوميه. بالظبط يعني. وهاني سعيد، دول الاربعه اللي اضافهم يعني. هاني سعيد بس اللي ورا هو محمد نصر، والثلاثه كانوا قدامي اللي احنا ضمناهم، دول العناصر الجديده اللي دخلت معانا في المعسكر ده. بالظبط يعني طبعا اكيد يا كابتن شوقي ان الجميع يعلم يعني اهميه هذه المباراه، وان هذه المباراه اكيد لا تقبل باذن الله الا ثلاثه نقاط لحرج الموقف اكيد، واكيد كلكم عارفين الكلام ده، ويا رب ان شاء الله ترجعوا لنا بثلاثه نقاط وفوز جيد يا كابتن شوقي ان شاء الله باذن الله. كابتن رين كنا كان في اتصال مع برضه النظام مخلوف النهارده، نعم، كان بيسالني على السفر واللعيبه وكده، قلت له احنا مسافرين 24 لعيب. مش هتستبعدوا اربعه؟ لا مش هنثبت حد خالص، يعني المجموعه كلها مسافره. قلت برضه نفس الكلمه دي للاستاذ عمرو النهارده، ان اللعيبه كلها مسافره، ال 24 لعيب، والباقي ثابت، كابتن حازم وكابتن سمير زاهر طبعا، كابتن حازم الاولي، والجهاز، ودي الباقي اللي جو معانا الحمد لله برضه اعلى من كابتن. طب ايه السبب ان انتوا المره دي سافرتوا 24 لاعب؟ يعني دائما بتتسافروا 20؟ لا احنا بنضايق، لا عمرنا ما سافرنا 20 او 21. لا كل مره بنسافر يا اما 22 يا اما 23. احنا المره دي في المعسكر المجموعه اللي ضمناها كانت 24 لعيب، فضلنا ان احنا نسافر بالمجموعه كلها تكون موجوده معانا. لا والله برافو. الحاجه الثانيه يا كابتن متعب، انت عارف ان احنا بعد كده في اتفاق على مباراه الاردن يوم 22 في الاردن، وبعد كده في الدوري، مفيش دوري خلال المرحله دي خالص. في الحرس والاهلي هيلعبوا في افريقيا، وفي المنتخب العسكري عنده معسكر. مظبوط. يعني هو عنده بطوله في سوريا. فعشان كده احنا قلنا يبقى عندنا 24 لعيب اللي بنتحرك فيهم من دلوقتي لغايه مباراه ايه؟ مباراه الاردن، يبقى عندنا المجموعه دي اللي بنتحرك فيها في المساحه دي كلها اللعيبه دي، لان انت مش هتقدر بقى اللعيبه كلها دلوقتي في الانديه ما بتلعبش. مظبوط. لو حتى حبيت تستعوض لعيبه هتستعوض يا اما من لعيبه الحرس يا اما من لعيبه الاهلي اللي بيلعبوا قدامك ماتشات. هم دول هتقدر تجيب منهم لعيبه، فيبقى عندك حتى 24 لعيبه جاهزين بتستخدم منهم 18 في المباراه، عندك 6 لعيبه موجودين دايما، واكتسبوا الاحساس الحلو وتواجدوا مع المنتخب وسافروا وداسوا الملاعب الخارجيه، حاجه محترمه جدا وقرار رائع. اللعيبه اللي الصغيره اللي ضمناهم، يعني عندنا حوالي 6-7 لعيبه لا بينضموا للمنتخب، ما بالونش كتير في المنتخب. اللعيبه 6-7 لعيبه دول بيحسوا بافريقيا ويحسوا بالمنتخب، لان انت برضه بتبني تيم جديد يعني برضه. طبعا في البناء دايما التيم الجديد بيبقى عندك تفقدات كتيره. يعني انا عارف ان الماتش ما فيهوش الا 3 نقط. بس ما فيهوش حاجه ثانيه اطلاقا، ما فيهوش حاجه ثانيه بالظبط، لكن في نفس الوقت انت بتبني، وفي نفس الوقت عايز تحافظ على انك بطل افريقيا. صح المباراه يوم 10 اكتوبر بتوقيت القاهره 3:30 يا كابتن شوقي؟ بتوقيت القاهره 4:30. 4:30 بتوقيت القاهره، يعني بتوقيت هناك 3:30. ممتاز. بتوقيت القاهره في فرق ساعه في التوقيت. اوكي، بكل توفيق يا كابتن شوقي. الله يخليك. حياتنا للجميع.